الدعم العاشر الفنانة اللبنانية مريم فارس. وحشني من ده اللي تعب فيه، أنا هموت عليه والله روحي فيه، أما بشوف عيني يدق قلبي وخبي ليه والنبي فيها إيه، أنا اللي حاسة بيه بتقول كلام عيني يكون علقني بيه أنا يا قلبي. وحشني من ده اللي تعب فيه، أنا هموت عليه والله روحي فيه، وأما بشوف عيني يدق قلبي وخبي ليه والنبي فيها إيه، أنا اللي حاسة بيه بتقول كلام عيني يكون علقني بيه أنا يا قلبي. Yeah.
شكر كبير للنجمة اللبنانية مريم فارس يلي غنيت مع طاهرة ورحمة. أهلا وسهلا مريم، مساء الخير. بونسوار للجوري، بونسوار للأودينس. مريم، بعد سنوات على احترافك، قد ايه حققتي من أهدافك؟ حققت كثير ومبسوطة باللي حققته، بس ما اكتفيت هون. بدي حافظ على النجومية اللي وصلت لها، وبدي كمل لقدام لأوصل لأحلام تفكر فيها من أنا وصغيرة، بس ما عاد ما وصلت لها. إن شاء الله بتوصلي لها مريم وبتحققيهم كلهم. أهلا وسهلا فيكي، شكرا لك.